من الأمور التي تعين العبد على تفريج الهم وما نزل به من البلاء الصبر والرضا بقضاء الله واحتساب الأجر وعدم التضجر والتسخط، عدم اليأس والقنوط من روح الله، إحسان الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي، التفاؤل بأن الله لطيف بعباده رحمن رحيم وهو القادر على رفع البلاء والنجاة منه بيد الله سبحانه وتعالى، الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، اعقلها وتوكل، الإكثار من الدعاء والتسبيح والاستغفار والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.